الدماغ البشري أكثر الأجهزة أهمية وتعقيدا في الكون. يقول البعض إن فيه 10 بلايين خلية عصبية، وهذا يساوي عدد نجوم مجرة التبانة تقريبا. ويقول آخرون إنه يحتوي على 100 بليون خلية. لو ربطنا أطراف خلايا الدماغ ببعضها لأصبحت خيطا طوله من الأرض إلى القمر. ما الذي يميز دماغ الإنسان عن دماغ بقية المخلوقات؟ لنلقي نظرة أقرب لنتعرف على هذه الفروقات. مخلوقات الدنيا كان للزواحف الضخمة التي عاشت قبل 200 مليون سنة دماغ بدائي ساعدها على العيش باستجابات بدائية فقط، وعلى سبيل المثال الدفاع العنيف عن نفسها وعن المناطق التي تعيش فيها. وهذا النوع من الاستجابات نجدها أيضا لدى الإنسان الحديث. يقول العلماء إنه قبل 100 مليون عام تقريبا كان اللب الدماغي أو المخيخ قد تطور إلى مستوى أعلى من المستوى البدائي، وكان قادرا على استيعاب عواطف مثل القلق والخوف مع قدرة بسيطة على التذكر، وفي حالات الخطر كانت غريزة البقاء تعبر عن نفسها بالهرب. يقول العلماء إن دماغ الإنسان قد تطور أيضا وكبر حجمه مع تطور الحياة والتحديات، ويتميز عن بقية الأدمغة للمخلوقات الأخرى بطبقة النيوكورتكس والتي تشكل 85% من كتلة الدماغ، وهذه الطبقة هي التي تمكن الإنسان من تنفيذ الأفكار. الحساب فيل زائد هرالة يساوي لحم زائد جلد زائد عظام، وتساوي أيضا عملا فنيا، وهذا كله بفضل طبقة النيوكورتكس والتي ساعدت الإنسان على التفكير وتفسير الظواهر والتصرف بشكل متمدن تقريبا. هناك 3 أجزاء لدماغ الإنسان: الجزء الذي يشبه دماغ الزواحف، والدماغ البدائي كما الثدييات، والنيوكورتكس. ولسوء الحظ فإن التفاهم بين الأجزاء لا يتحقق دائما. آسف. لماذا لا تنتبه يا غبي؟ هل ستدعه يمر بدون عقاب؟ هل من مشكلة؟ حسن، إذا انتحر. تابعوا السير. رائع أننا نقترب من الدماغ. الآن يمكنكم رؤية كيف يعمل هذا الجهاز العظيم. إن فيه بلايين الخلايا وبلايين الملايين من التشابكات العصبية. سوف ترون أنه عجيب. لكن كيف يمكننا المساعدة إذا كان الدماغ جهازا بهذا الثمن؟ هل
الأكسجين ضروري له؟ نعم مهم جدا يا جلوبين، حاجات الدماغ كثيرة جدا، إنه يستعمل 2000 لتر من الدم يوميا لتزوده ب60 لترا من الهواء، وهذا يعادل 20% من حاجة الجسم للأكسجين. وإذا منع الأكسجين الذي نحمله في الدماغ يحدث الإغماء وفقدان الوعي، وإذا انقطع الأكسجين لبضعة دقائق فإن الدماغ سيعاني تلفا نهائيا، وبالتالي يموت كل جسم الإنسان. هل من مشكلة يا أستاذ؟ هل ضيع في الطريق؟ يجب أن نتحرك. تحركوا أي أي رجال، استمروا في السير، هذا المكان ليس للوقوف والثرثرة. تحركوا بسرعة يا شيوخ. أعوذ بالله، دنيا آخر زمن، أين احترام الشيوخ؟ أيام زمان كان الأطفال يسمعون ولا يتكلمون. هل أساعدك في حمل فقاعة الأكسجين أيتها الحلوة بلوبين؟ نداء لجميع الأعضاء وسكان الدم، زيدوا سرعة الدورة الدموية حالا. أكرر، زيدوا سرعة الدورة الدموية حالا. الرجاء التجاوب مع هذا الطلب الملح من القلب. أستاذ، ألست قادما معنا؟ لا يا أولادي، إننا مستقلون عن باقي الجسم، وما يحدث في مكان آخر ليس اختصاصنا. حتى لو أنه من أجل القلب؟ طبعا لا، فالدماغ لا يؤمر بل يأمر، فله القرار الأعلى يا جلوبير حتى على القلب. هنا ليس أنتم؟ سيروا في ذلك الممر هناك. ولكن ماذا لا يأتون معنا؟ لأن الأكسجين هو ما يحتاجه الدماغ أكثر، وكذلك السكر. أما هؤلاء فيأخذون الممرات الخاصة بهم. أستاذ، متى نقترب من خلايا الدماغ لنعطيها الأكسجين؟ ها؟ لن نفعل ذلك أبدا، فخلايا الدماغ حساسة جدا لأي اتصال مباشر معنا، إنها تعمل بشكل مختلف سترين. هل ترين؟ التفرعات العصبية ينتظر رسول صغير لينقل الرسالة للمحور العصبي. شكرا، انه عطشان، والان سنرسل الرسالة. وصل الرجل.
يصول الآن إلى نهاية المحور العصبي، حيث يتفرع إلى عدد هائل من الأطراف العصبية. لكل خلية عصبية 100,000 من التشابكات العصبية، وكما نعرف فإن الدماغ يحتوي على 10 بليون خلية عصبية. لنتصور العدد الهائل لهذه التشابكات عندما نضرب هذين الرقمين. والآن يصل رسل كيماويون صغار إلى نواة الخلية ويسلمون رسائلهم حتى تقرأ. والآن ماذا يريدون؟ دفع الصان يا سيدي، حرارته مرتفعة جدا. هل أطلب من التنفس أن يزيد سرعته مايسترو؟ ونطلب رفع الحرارة؟ سنرسل إشارات للقلب والرئتين والحجاب الحاجز. هذا صحيح مايسترو. هل انتهيتم من إظهار مواهبكم؟ مهمتكم هي بث الإشارة للنخاع المستطيل. هل هذا واضح؟ هو سيقرر باقي العمل. هيا تحرك. مطلوب سكر لمنطقة الدماغ 012. مطلوب نبض أسرع. نقص في الأيون النفاذ بالقطاع 283. سنرسل مبعوثين. إنه عطشان يا سيدي، ماذا أفعل؟ أخبر الهايبوتيلاموس أنه يجب أن يأمر جنبه بأن يشرب. كلا كلا، سنضيع الوقت في هذا، ليس الأمر ملحا. انظروا هنا، لقد جعلنا درجة الحرارة ترتفع. وطلبنا التحرك أيضا. وتسريع التنفس. أكرر أننا يجب أن نبت أمر الشرب. لا، تسريع القلب أهم. ومن الرئتين أن تتنفسا أكثر. ومن ملك تنظيم الحرارة أن يضع كل شيء دفعة واحدة. يجب أن نرتب الأمور حسب الأهمية. أنت مجنون هرب. أنت المجنون. هدوا أيها الحمقى. وجدتها. سنرسل كل شيء إلى الدماغ الأمامي وهو يتخذ القرارات الصحيحة. ولكن ماذا سنفعل بمسؤولياتنا؟ نعم، ولكن هذه عملية بث الأوامر. كل أمر يعتمد على معرفة مسبقة وذاكرة وخبرة وتفكير. كيف يتمكن الدماغ من معرفة كل هذا؟ إن هذا الجلوبين هو اللغز الكبير في الدماغ. كمية المعلومات القابلة للتخزين تفوق التصور. أرجو تخبرنا أكثر أستاذ. حسنا، اسمعوا. تحركوا لو سمحتم أسرعوا. حسنا، إن الدماغ يتلقى المعلومات من كل الحواس وكذلك من كل أعضاء الجسم، ثم يوزع المعلومات بين النيورونات أو الخلايا العصبية كما تعرفونها. والاعتقاد أن ذلك يحدث تقريبا كما يلي. ابعث رسالة ألم. أولا يجب أن نسجل أن الشوكة تهز. ونسجل أن لحظة الشوكة يؤلم. لحظة الشوكة تسبب جرحا ينزف.
الرجاء الشروع بتصنيع البروتين لتخزين هذه المعلومات. حسنا، أين هذه البروتينات؟ يجب أن تسرع، فالمعلومات التي تخزن ستصل الآن. من هنا يا بروتينات. مخزات الشوكة من هنا. رجاء الألم من هنا وإلى الأمام إلى الدم. الدم الأحمر تفضل من هنا. الدم اللاجس من هنا رجاء. الدم الملوث من هنا رجاء. الدم الدافئ من هنا رجاء. لوبين، الأمر ليس بهذه السهولة، لأنه عندما تغزك الشوكة فإنه ليس فقط عدد قليل من المراسلين كما ذكرت لك يقومون بحمل المعلومات الضرورية وخزنها، ولكن آلاف مؤلفة وكل واحد يحمل رسالة مختلفة. المعلومات حول نقطة الدم تصنف في أبواب لا تحصى مثل الرائحة، الذوق، الحرارة والتركيب. سجل لنا رائحتها جيدة. سجل أن الوردة ناعمة. هل يسجل أن الوردة جميلة مايسترو؟ سجل أن الوردة خفيفة كالريشة. سجل أن الوردة سهلة التلف. انتبه إن الأشواك تؤلم. سجل ذلك. الوردة قرمزية. يا حمراء. بيضاء. حسناً، هذا يكفي الآن. كفاكم جدلاً، في الواقع كلكم على حق، لأن الورود يمكن لها أن تكون في كل هذه الألوان وأكثر. كل الألوان التي رأتها يجب أن تسجل. تحركوا. أستاذ، كيف يتمكن دماغ من خزن كل هذه المعلومات؟ وماذا يحصل لها؟ يا عزيزي، لم تكن منتبهاً أيها الصغير. على سبيل المثال، عندما تستقبل العين معلومات أو تلاحظ خطرا، فإنها ترسل هذه الإشارة إلى الدماغ وهو يقارنها بمعلوماته المخزونة ويأمر باتخاذ الإجراءات الضرورية. Okay.
إنه يجب أن تكون حذرة. الشوك يغوز. بأن هناك احتمالا بأن يبقى التوازن. يجب أن لا نقلق مايسترو. من المؤكد أنه سيرد على الفعل عكسيا بواسطة النخاع الشوكي مباشرة. حسنا لن نجازف. فأخبروا المناطق المعنية بالأمر. هنا غرفة القيادة في المخيف. هناك خطورة فقدان التوازن. أوامر أوتوماتيكية للرد على الخطر فورا. استنفار للأوامر الأوتوماتيكية. أخبر الدماغ ليقوم بالإجراءات الطارئة. هنا غرفة القيادة في الدماغ. نأمر الساق اليسرى بالتحرك إلى الأمام بسرعة لإعادة التوازن. أخبر الهايبر فيلموس أن يأمر الغدد الدرقية لتفريز الأدرينالين، وعلى سبيل الاحتياط لتحرك الذراعان للأمام لتمتص الصدمة في حالة سخوف الجسم. الدماغ يعلم ويراقب ويخزن كل شيء. إنه يعرف فقط الأشياء التي نخبره بها بإرادتنا، أما المعلومات الأخرى فهو يخزن 1% فقط مما نلاحظه لا شعوريا، وذلك لأن الدماغ يتلقى جميع المعلومات في نفس الوقت. صوت، شكل، لون، لمس، مشاعر وعلاقات الأفكار. إنه يخزن أهم المعلومات. لكن أي جزء من الدماغ يعطي الأوامر الصوت؟ حسنا، كل جزء من الجسم مرتبط بمنطقة معينة من الدماغ، وأكبر المناطق تتصل بالأعضاء الأكثر حساسية في الجسم مثل الوجه واليدين. لكن يا سيدي، هل للدماغ سيطرة كاملة على الجسم؟ حسن، هذا تقريبا صحيح، لكن التفاهم بين مختلف أجزاء الدماغ لا ينجح دائما، فالأجزاء الأكثر بدائية تحاول دائما السيطرة على غيرها. سأريهم، سأعلمهم درسا. حياتك اسمع تلك الرسالة. لأن غرفة ضخمة الدم وفر مزيدا من السكر. كن جاهزا للهجوم. اهدأ الآن، لا تنفعل كثيرا بسبب أمر تافه. خفف سرعة القلب، تخلص من السكر الزائد. لماذا يتدخل في شؤون غيره؟ من هو المسؤول هنا؟ يحتوي الدماغ على 100,000,000,000,000 خلية وعشرة بليون وصلة بين الخلايا، وبمقدوره القيام بمليون ردة فعل في الدقيقة. وحتى نعرف عدد الوصلات بين الخلايا فإننا نحتاج تقريبا إلى 10,000,000,000 كيلومتر من حبات الملبس، أو 26 مرة مثل المسافة بين الأرض والقمر. وهذه هي نهاية قصتنا مع الدماغ، الجهاز الأكثر رواة في الكون.